المدرسة بتقدم تعليم متميز، تعليم يتناسب مع متطلبات القرن 21. احنا بنتكلم على الجوب اوف ذا فيوتشر، ازاي الطالب بعد 10 او 15 سنة يتعامل مع التحديات اللي قدامنا. احنا لو بصينا على مستوى العالم بنشوف الارتفيشال انتليجنس فور اكزامبل هيبقى في كل جزء من حياتنا، بيبقى سواء العربية اللي بتتساق اوتوماتيك، سواء اللي بيعمل تلي ميديسين، او اللي بيعمل عملية جراحة، او الدياجنوستكس بتاع الامراض نفسها، فهو هيبقى جزء في كل حياتنا. فالتعليم الموجود الحالي ما بيحلش الطالب انه يتعامل مع التحديات دي، فده تعليم متكامل بيحاول يخلق المهارات اللي هي موجودة عند الطالب وبيستكشفها وبيحاول يخلي الطالب يتميز بيها، فهو بنقول عليه one to one educational، فهو كل طالب بيبقى تعليم متميز بيه. احنا في المدرسة بنؤمن بثلاث حاجات، بنؤمن بكل طالب بيبقى موجود في المدرسة انه هو جاهز انه يقدر يقود العالم، وانه هو عنده الكابابيليتي والاستعدادات انه يقدر يقود العالم. المرحلة الثانية احنا كل طالب بنؤمن انه من حقه يختار التعليم بالطريقة اللي تناسبه وبالبيس اللي هو تناسبه واحنا اللي بنقدمه له. الحاجة الثالثة احنا بنؤمن بانه انك تسأل السؤال الصح اهم بكتير جدا من انك تقول الاجابة الصح. هم دول الثلاث حاجات اللي هم بيعملوا الدرايف بالنسبة لنا ان نطلع طالب بيوصل لثالثة ثانوي يقدر يجاوب على سؤال مهم جدا جدا في حياته. انا عاوز اعمل ايه في حياتي، انا عندي حاجة، انا عندي باشنت ليها، وانا اقدر اقود المستقبل بتاعي، ومريت بتجارب كبيرة جدا تؤهلني اني اخذ القرار. احنا في مصر وفي اماكن كتيرة جدا في افريقيا الطالب بيوصل ثالثة ثانوي هو مش عارف عاوز يعمل ايه في حياته، فهو ده المدرسة بتأهله من خلال مجموعة أنشطة متكاملة، سواء أنشطة رياضية أو أنشطة تكنولوجية، إنه يقدر ياخد قرار في حياته ويبقى مر بمرحلة التجارب ويكتشف القدرات اللي هي موجودة عنده.